ثابت من الجانب الايمن الى ساديو ماني. ساديو ماني الى مختار علي ليلعب الكره الى اوتافيو. حلوه سلطان الغنام يسجل الهدف الاول. سلطان الغنام وكانه تعود على الاهداف. من سجل للنصر امام الاهلي ها هو يسجل امام الشرطه. سلطان الغنام يتقدم للعالم باول اهداف المباراه بجمله رائعه وملعوبه بشكل رائع من نادي النصر. ها هو سلطان الغنام يتقدم بالهدف الاول في الدقيقة 13. النصر واحد الشرطة العراقي لا شيء. النصر واحد الشرطة العراقي لا شيء. سلطان الغنام هو من يتقدم بالهدف الأول. يا سلام، بيني روعة من أوتافيو إلى سلطان الغنام على يمين أحمد باسل، ردت من القائم ولكنها أرادت الشباك يا سلطان، عايز الشبكة يا سلطان. من سجل وأنقذ النصر أمام الأهلي في الكلاسيكو ها هو يكررها مرة أخرى أمام الشرطة العراقي، هذه المرة مبكرا. سلطان يمنح الأفضلية لكتيبة النصر. اللاعب السوري عفوا فهد يوسف، كرة أمامية طويلة، محاولة من جديد، يا ولد يا داوود، خطفها داوود وضحك على دفاع النصر. محمد داوود يسجل التعادل للشرطة العراقي. لسه كنت بقول لك محمد سمكان في الأربعة عليه علامات استفهام، وبالفعل ها هو يخطفها، ها هو يخطفها الآن ويسجل هدف التعادل. محمد داوود في غفلة من دفاع النصر، هدف التعادل يأتي سريعا. 1-1 عشر دقائق فقط وعاد نادي الشرطة العراقي عن طريق محمد داوود. 1-1 شوف الكرة، شوف لسه، شوف هنا سالم النجدي ومحمد سمكان الاثنين يتشاركوا في الخطأ، لكن بقول لك انا محمد سمكان في الأربعة يعني مش قد كده، لكن شوف هنا اللقطة اللي فاتت والاثنين تدخلوا على بعضهم البعض. لا ده لمس الكورة ولا ده لمس الكورة، واللي لحق هو داوود من يسجل التعادل عشان تبقى 1-1. 1-1 اهو نادي الشرطة يرجع على طول في المباراة. سلطان الغنام في الدقيقة 14 ومحمد داوود في الدقيقة 24.